دكتور، طبعا قبل شوي ذكرت العناية المركزة، يعني السؤال موجود عندي، عناية مركزة في أي مرحلة الشخص تقررون أنكم تدخلون العناية المركزة؟ والله هذا يعتمد طبعا التخصص، أطباء الباطنية أطباء العناية، بس أكيد الحالات الشديدة يعني اللي تستدعي طبعا يكون فيها نقص أكسجين، وبعض أحيانا تصير ما يعرف باسم العاصفة المناعية، وهو رد فعل مناعي مفرط، يعني الفيروس لما يدخل جسم الطبيعي إنه استجابة مناعية، أيه؟ الجسم يفرز خلايا مناعية متنوعة وأجسام مضادة لمهاجمة الفيروس والقضاء عليه، أحيانا يعني يفرزها بكمية كبيرة جدا وتبدي تدخل الرئة وتسبب حتى إصابات وتجرح الرئة، وممكن يعني تسوي ماي على الرئة، وأيضا هذه تعرف باسم العاصفة المناعية أو عاصفة السايتوكينز اللي هو مادة طبعا سايتوكينز ستورم، وهذا هو السبب المباشر للوفاة للأمانة يعني. فأحيانا اللي يعني تكون عندهم بوادر، طبعا الأطباء عارفين اللي تكون عندهم بوادر كلينيكية للدخول لهالمرحلة وبداية الأعراض اللي معاهم، ممكن يعني يدخلونهم العناية ويحددها طبعا الطبيب. في ناس المعالج. دكتور دخلوا العناية وتشافوا وطلعوا مرة ثانية، في أعداد كبيرة ولا؟ يعني ما يحضرني أمانة النسبة، لكن طبعا في نسبة الحمد لله. تعدي، وايضا استخدام الكورتيزون يساعد ويقلل اللي الناس تشكك يعني في هذا بروتوكول الدكساميثازون، بروتوكول علمي مثبت ومنظمه الصحه العالميه يعني اعتمدته، وفي دراسات يعني في دراسه في بريطانيا من شهر 8 وشهر 9 المنصرم 2020 بينت ان ممكن استخدامه لحالات معينه، ما يستخدم حق كل الحالات، ما استخدمه انا او الطبيب الكورتيزون قصدك دكتور، ما يستخدمونه حق حاله خفيفه، لا يستخدم حق الحالات الشديده، لقوا ان ممكن ان يقي من الوفاه بنسبه 30%. اذا طيب في ناس ممكن تتوفى وهي تاخذ الكورتيزون، لكن مو بسبب الكورتيزون، تتوفى بسبب العاصفه المناعيه، هو يقلل مضاد التهابي، يقلل من الفرط الاستجابه المناعيه المفرطه اللي اكثر من اللازمه. فيعني في علاجات يعني، وايضا اكو شركات الادويه الان قاعد تشتغل مو بس على اللقاحات، انا عندي خطين، خط اللقاح للوقايه وفي خطوط ادويه ايضا للعلاج مساعده للشفاء.